crack it. سيد دري معكم نزار مركو جيمر في فيديو جديد. اليوم نهضروا على واحد الكونفيك جديد غنعملوها ويتيام جينيراسيون. غنعملو واحد الاتلاتة ويتيام جينيراسيون غنكونفيكيوهم نطلعو كامل من الزيرو ونعطيكم نصائح. هذا يعني الطريقة ديال التركيب ديال البيسي ونصائح في نفس الوقت. ننصحكم الدراري اللي ما شافوش الفيديوز القدام غنزل لكم واحد النوتيفيكاسيون الفوق شوفوا الفيديوز القدام من بعد ندوزو نشوفو هاد. غنحاولو هاد الكونفيك هادي شنو هي المختصر ديالها. هذا اي 3 من 8ام جينيراسيون يعني جينيراسيون ما قبل الاخيره. كاينين دي بروسيسور جداد ديال هذا بالنسبه للدراري اللي كيقلبوا اقل بروسيسور ممكن في الجينيراسيون الاخرى ويلعبوا به ويجيميو به، ولكن من الاخر من هنا عام ولا عامين يابغريديو شي بروسيسور اي 7 ديال نفس الجينيراسيون فهمتيني، اولا على بيد من يجمعوا الفلوس شي بروسيسور واعر. حتى هذا اذا كنت ما عواش تابغريدي حتى هو مخير وعيسهل عليك الامور اللي بغيتي تبيعو من بعد حيت الجينيراسيون الاخرى عرفتو لا شريتي شي واحد دوزيام جين ولا تخوازيام جين ما عمرو يعاود يتباع لك. هادشي اللي كان دوك هذا ويتيام جينيراسيون من الجينيراسيونات الاخرى ديال اي 3 ونحاولو نجمعوه نقولو بي سي جيمر باقل ثمن ممكن ومن ويتيام جينيراسيون. هادشي اللي كان الثمن ديال هاد الكونفيك غنزل لكم في الديسكريبسيون ديال الفيديو اولا في الفيديو نطلع لكم في الفيديو الثمن ديالها اللي بغا يشريها. هاد الكونفيك بالضبط غنزل تباع دونك الاول فيكم اللي سبق عديه. هادشي نقدر نقول لكم نبداو. عندنا اي 3 اول حاجه عرف البروسيسور اللي عندك وعرف له الكارت مير اللي عندي معاه. اوكي دائما الكارت مير كاين بزاف اختيارات، كاين الام اس اي، كاين الاسوس، كاين جيجا بايت، كاين بزاف ديال الاختيارات. الاختيار ديالنا اليوم هو الاس 310 ام بين ارخص لي كارت مير اللي من سمات الدراري اللي ما كيقلبوش على الاوفر كلوك اللي ما كيقلبوش على بزاف ديال الحاجات دو بلوس، ولكن كتعطيك المينيموم بوسيبل فهمتيني. فيها بيان سور غير واحد بي سي اي اكسبريس اذا كنتي باغي بي سي اي اكسبريس بزاف هذه ما تصلح لك شي، شوفها شي وحده اللي فيها بي سي اي اكسبريس اكثر من هيدا. ولكن بالنسبه للانسان اللي كيقلب على اقل بي سي جيمر ممكن بالجينيراسيون الاخرى الفيديو هذا يفيدك بزاف. لقى البروسيسور اللي كيناسبك، لقينا البروسيسور اللي كيناسبنا. خصنا نشوفو شمن شيبسيت فيه، دونك اي بروسيسور غتلقى فيه شمن شيبسيت فيه. هنا عندنا ال جي اي 1151 بالنسبه للشيبسيت. دائما حاول تلقى نقولوا حنا البلاتفورم، البلاتفورم ديال هذا الكارت مير، البلاتفورم هذا الكارت مير حتى هي نفس البلاتفورم. غتلقى غير في البواتي ديالهم ها هي السوكيت سي بي يو سوكيت، ها هي مكتوبه هنايا سي بي يو سوكيت ال جي اي 1151. بالنسبه للدراري ما كيفهموش في لي كارت مير غتلقاو شمن سي بي يو كاينه خصكم في لي كارت مير. شيب سيت بالنسبه للشيب سيت كاينه اش 310 هو الشيب سيت اللي كاين في هذه، دونك اش 310 ماشي من احسن لي شيب سيت اللي كاينين في الويتيام جينيراسيون، ولكن بالنسبه للدراري اللي كيقلبوا على ديرنيير جين بلا ما يخلصوا بزاف الثمن كيدخلوا على الشيب سيت اش احسن من الشيب سيت تاع اخرين. ولكن اذا بغيتي شي اذا كنتي عاد تشري الاي 7 ولا الاي 9 ولا فهمتي كتقلب دائما على شي شيب سيت اللي غالي كثار اللي فيه البي سي اي اكسبريس بزاف واللي كي صراحة من اوفر كلوكين كثار اذا كنتي تعمل شويه الواتر كولين او لا الاير كولين ولكن غات اوفر كلوكي البروسيسور ديالك. المهم انا نحاول ما ندخلش في التفاصيل بزاف، غنعطيكم غير بعض الحاجات المهمين. قررنا لقينا البروسيسور اي 3 كاين اي 3 اي 5 اي 7 اي 9 دابا ولا فهمتي كاين بزاف ديال لي بروسيسور على حسب الكورز اللي فيهم على حسب الجيجا هرتز اللي فيهم. اختار المناسب ليك والثمن المناسب. بالنسبه للجيمين ما اختارش شي حاجه اللي خارقه بزاف الا اذا كنتي كتقلب على 4K ولا 2K جوج كا، هذوك هي اللي كيحتاجوا البروسيسور اي 7 على الاقل باش تقدر تموفي بهم وما يكونش عندك البوتل نيك. دائما حاول تكون عندك بروسيسور وكارت جرافيك في نفس الوقت بنفس النتيجه وبنفس القوه. شفنا البروس شفنا الكارت مير ندوزو للنيكست. ما النيكست وهو اقل كارت جرافيك يمكن تشريها باش تخدم لك الجيمز الاخرى. هنا دينا جي تي اكس 1050 تي اي كلشي كيعرفها، عملت لها اول واحد في المغرب عمل لها الريفيو ديالها بالبنش مارك بالفريم ريت هادي شي 2 سنين قليله اذا ما كتبتي غتلقاو الفيديوز ديالها حتى هو عمل لكم نوتيفيكاسيون يلا نوتيفيكاسيون فوق ديال الريفيو ديال هادي. بالنسبه لهادي فهمتي سامبل كتجي فيها فرفره وحده بالنسبه اذا كان عندك كيس اللي صغيره اولا عندك باور اذا عندك بود ديمونطاسيون ما شي كبيره بزاف ما كتسديش الوقت ما كديش الكابل ديال هادي
اللي ما تحتاج ني كابل والو، كتخشيها في بي سي اي اكسبريس وكتخدم لك. بغيتي كاينه بزاف ديال 1050 تي اي، تقدر دير شي وحده اللي اوفر كلوكيا اللي فيها جوج فريفر ولا ثلاثه باش تبرد لك اكثر. مي كبدايات مزيان تدي اقل حاجه بالنسبه ل 1050 تي اي. نزيدو نيكست، عندنا 1 تيرا بايت ديال ديسك دور العادي. اذا ديجا هضرتكم على لي ديسك زوير، الفرق بيناتهم اش دي العادي ديسك دور العادي، اش دي دي، اس اس دي، ام في ام اي والام دات 2، هادو كاملين هضرت عليهم، نخليها لكم حتى هما في النوتيفيكاسيون الفوق، او اعملوا ريشيرش في الشين ديالي غتلقاو الفرق بين هذا والديسك دور العادي. ندوزو علاش انا اخترت غير ديسك دور عادي ما اخترتش اس اس دي. كنظن الانسان اللي كيقلب على الجيمين اول مره عاي جيمي وباغي اقل حاجه ممكنه في الديرنيير جينيراسيون ما يقلبش على الاس اس دي، ولكن كاوبسيون ننصحكم تزيدوا واحد الاس اس دي. تقدر تدي كبدايه اس اس دي 120 جيجا بايت و تابغريدي. بالنسبه للرام غنبداو ب 8 كبدايه، واحد البار ديال 8، ومن بعد اذا بغيتي تزيد زيد واحد البار الثانيه ديال 8 باش يولي عندك 16 لي باش يوري عندك بي سي جيمر ديال بصح. ولكن 8 كبدايه مزيان من داكشي اللي كنقلبوا عليه. ولكن كنظن كاين شي حاجه ناقصه، كنظن ياك كاين شي حاجه ناقصه. بلاتي واحد دقيقه، رجعنا عرفنا شنو نخسرو، وهي الانفينيتي نيون. هادي باقي ما عملتش عليها فيديو، كنحاول الشان ديالي نعمرها باكثر لي كيس ممكنين. عملنا التي جي، شفناها، شفنا التي جي اكس، شفنا فيديو على نوكس هامر، شفنا فيديو على نوكس فيوجن، دابا غنشوفو فيديو على انفينيتي نيون ديال نوكس. حتى هي هادي فهمتي كيبقاو تقريبا نفس الديزاين، نفس لي فونكسيوناليتي ديال الكيسات ديال اللي شتو قبل، فحالهم تقريبا نفس الفونكسيوناليتي ديال هادي، غير هذا الديزاين بدل وزواق في الشكل. وكنظن بزاف الدراري عجبهم الديزاين ديال هادي. ها هي الكيس، جبناها زولنا لها اللعيبات ديالنا. عندنا كتجي بيان سيغ مع بلاستيكا، دونك عندنا النيون فهمتي سامبل فحال فحال الاخرين تقريبا فهمتي. بالنسبة للكيس نحاولو نزولو لها، او خصها دابا تنزولو هادي، عاد نقدرو نزولو حتى ميمكنش. حاولوا اول حاجه هي نزولو بلاستيك، ها ما بغاوش يخليونا نزولوه. هيا نزولو عاوتاني هادي، اند هير وي جو. ها هي الزجاجه ديالها. اذا نبداو باهم حاجه وهي الكارت مير. عندنا الكارت مير والبروسيسور هما اهم حاجه نبداو بها الخدمه ديالنا ديال اليوم. اوكي نبدا بالبروسيسور. عندنا الاي 3 8100 من اقل البروسيسور قوه بالنسبه للويتيام جينيراسيون، ولكن باش يخدم لي جو كاملين باقل ثمن بالنسبه للجينيراسيونات الاخرى هذا مزيان لك كبدايه، جد جد جيد. ونحاولوا نتكيسوا على الكارتونه شويش. فوالا شات، عندنا كتاب، حاولوا ما نضيعوش شويه الوقت. دونك هنا عندنا البروسيسور اللي كيجي خفيف، وطبعا اهم حاجه وهي باش تبرد البروسيسور ديالك الانتل فرفراد انتل العاديه ديال كلشي اللي عند كلشي اللي كيعرفها كلشي المشهوره عالميا. اذا مع انه مع الاوفر كلوكي ومع نعملوا حتى شي حاجه هذه كافيه لهذا، الا اذا بغيتي شي حاجه سكوتي اكثر من هذا نصحك بشي ايفو 212، ولكن عاد زاد لك عاوتاني شويه الثمن د بيلد، وحنا غنحاولوا نقصوا الثمن د بيلد اكثر قدره ممكنه. نجبدوا عندنا الاش 310 ام برو في اش ديال ام اس اي، كارت مير لي سامبل اللي ديجا عملت عليها فيديو غتلقاوها في الشين اذا رو شرشيتو عليه، غتلقاو الفيديو في الشين اذا رو شرشيتو عليه. حاولوا نزولوا لها ليبا ديالنا خطلا، داكشي سامبل وما فيهش التعقيدات، حاولوا ما نضيعوش بزاف الوقت. ها حنا بالكارت مير ديالنا، اول حاجه هي تزول البلاستيكه ديالها. البلاستيكه كتزول بسهوله، كتجبد هاد الحديده وكتزول هادي اوتوماتيكمون، تقدر تزول البلاستيكه ديال البروتيكسيون. هاد البلاستيكه كيعملوها باش يبروتيجيو هاد خوا ديال البروسيسور. هنا بالنسبه للبروسيسور الاي 3 كيحكروا بزاف الناس، ولكن بالنسبه للويتيام جن تقدر يقضي لك الغرض بزاف د المرات. اهم حاجه تقدر تشوفها وهي تعرف البوزيسيونمون ديال الكارت مير ديالك، دونك تشوف الكارت مير ديالك في هذا الاتجاه والبروسيسور فين كاينه الكتابه، يعني الكتابه هيدا واتجاه الكارت مير هيدا. هذا اول احتياط. ثاني احتياط غتقلب على
في البروسيسور في الكارت مير ديالك كاينه بعد واحد اتجاه مثلث واحد اتجاه فيه واحد الدويره ستيتوا في الحاشيه. هاد الاتجاهات اللي مثلثه ومدوره في الحاشيه هما اللي يحاولوا يخليوك تعرف فين تنزل البروسيسور ديالك. وهنا هو باين عندنا جوج ديال الدوارات الفوق وواحد الجهه مثلثه لتحت. نحاول هذا فهمتي جيد اللي خفيف بلا ما نطول عليه بزاف دراري باش نتوما نخليك باش ما نعسكمش في الفيديو. ثاني حاجه هو الحديده. الحديده كتنزلها بوحديتها ها هي كتعملها قبل هاد التورنوفيس هاد الفيس هذا اللي عندنا هنا وكتجبد بالحديده. تقدر تجيك قاصحه شويه ولكن عرز عام وخشي الحديده باش كيتزير داكشي مزيان. ثاني حاجه عندنا الفرفره ديال البروسيسور كيجي فيها الباد تيرميك ديالها اوتوماتيك. اذا ما كانتي عندكم باد تيرميك ديالكم كتجي في الفرفره. اذا ما كانتي عندكم شريوها ولا كيكونوا رخاص ماشي شي حاجه اللي غاليه بزاف. هنا عندنا كيجيو هادو مفتوحين ها هما سامبل وعندنا البروس سي بي يو فان. سي بي يو فان ماشي شي ديكشي مثلث. غنجيبو هذا والكارت مير ديالنا ها هي غنجيبوها. كاينه بعض التقابي كيتناسبوا مع هاد التقابي هادو كاينه مربعين هنا كيكونوا في وسط الكارت مير. سهله بزاف عاد تشبرها وتضغط هاد الضغطه الاولى تضغط هنا عاوتاني الضغطه الثانيه تضغط هنا الضغطه الثالثه وهنا الضغطه الرابعه. صافي سامبل زعما ما فيهش شي حاجه اللي صعيبه. ها هما اربعه الضغطات وعندنا البروسيسور في مطعو بالباد تيرميك ديالو بكلشي الا الفرفاره. الفرفاره على حسب البوزيسيونمون ديال السي بي يو فان غتقلبوا على البور اللي مكتوب فيه سي بي يو فان في الكارت مير ديالكم. هنا عندي سي بي يو فان هنا الفوق هنا عندي سي بي يو فان. ملي جيتي تشوفوا هنا ما لاحقش عندي الفرفاره لهذا غندورها ندورو هيدا سك شويش برونشيوها ايزي. هادشي اللي كاين بالنسبه للسي بي يو. ولكن تقدر انا ما بغيتش نعمل الكابل مانجمنت ولكن اذا بغيتو تعملوا كابل مانجمنت يعني هذا الكابل هذا ديال انتل تحركوه شويش باش يجي ديريكت مع هادي اولا تدوروه ويجي لاصق اولا تعملوا لها تحت هيدا تخبعوها. المهم الكابل مانجمنت كيبقى داكشي ان اوبسيون اللي نتوما تعملوها اللي تحتاجوها نتوما. اسهل حاجه تقدر تزيدها مورا البروسيسور وهي الرام جوج دي دي ار 4 وتشوف الكارت مير ديالك شنو كتسيبورتي. يعني لي بروسيسور الاخرى كيسيبورتيو دي دي ار 4 فقط. البروسيسورات القدام كيسيبورتيو دي دي ار 3 فقط. يعني كتشوف الرام ديالك شنو كتشوف الكارت مير شنو كتسيبورتي لك من الرام وكتشري الرام المناسبه ليك. اذا نكمل عندنا داكشي خفيف وظريف غنجيبوها نفتحو بوزيسيون مون الرام. بالنسبه للرام بوزيسيون مون ديالها بعد مرات كيتفتحوا من جوج جهات كتلقى هادي بجوج بيهم كيتفتحوا وهادو بجوج كيتفتحوا. بالنسبه لهاد الكارت مير ماشي بجوج كيتفتحوا غير هاد الجوج اللي هنا. كتشوف كاين واحد لون بلاسمون هادي صغيره على هادي كتشوف تماك في عندك الصغيره مع الكبيره وكتعملها بسهوله. كتعملوا لها هنا هيدا رخشيوها من جهه الثانيه تتسمع لك باق ديال الكارت ديال الرام. اذا سالينا اسهل ما كاين هو الرام مع البروسيسور مع الكارت مير او ما برونشيناهم. ما عملناش شي كابل مانجمنت خليت داكشي هيداك هو هذاك. ولكن نتوما تقدروا تعملوا شويه كابل مانجمنت بالنسبه لهذا تختاروا على حسب البوزيسيونمون اللي باغين. انا اللي شرحكم باغي نشرحكم هو فقط الطريقه ديال البيلد ونصائح خفيفه بالنسبه للدراري اللي ما شافوش الفيديو القدام. صافي دابا ثاني حاجه نشبروا الكيس نفتحوها ونمونطيو هذا في مطعم. اذا شفتو هنا عندنا الكابل اللي كيجيو مع الكيس هنا لي تورنو فيس لي فيس هما هذوك. هنا عندنا لي فيس اللي تحتاجو في الديسك دور عاد تحتاجو في الكارت مير. هنا الكابلاج بالنسبه للكابل ديال باور ديال ريسيت ديال ار جي بي باور ديال هاد الفانز اللي كيكونوا هنا الكنترولرز. دونك هادو هما الكنترولرز اللي يتحكموا بلي فان اللي غيكونوا هنا. الكيس كيجي معاها فان وحده كنظن في اللوف يس كتجي فان وحده من اللوف. تقدر تزيدو ثلاثه القدام جوج الفوق ولا ثلاثه الفوق على حسب الاختيار ديالك. هنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. المهم الروينه ديال الكيس فانز عملوا متشبع. بالنسبه للتحكم في هذا الشيء
كتحكم فيهم من هنا، كتحكم في بالار جي بي. عندنا باور ولا ريسيت، هذا الريسيت. هنا كتحكم بالليد، دونك هنا البوطون ديال الليد اللي غتحكم فيه في الكولورز اللي كاينين في هذا الكيس. هذه عندنا جوج يو اس بي بورت 3.0، دائما حاولوا تشريو شي كيس اللي فيها اليو اس بي 3.0 ولا بد، حيت سريع على 2.0. عندنا جوج ديال 2.0، عندنا الاوديو والميكروفون والريسيت باد. اوكي نكمل الباور كما كتشوفوا عندنا هنا، هنا بالنسبه للبوطون ديال الباور جا هنا. دابا اللي غنعملوا هو غنحاولوا نعسوا الكيس، نزلوا الكارتمير ديالنا ونعملوا لها ديك لي فيس ديالها الصغار، وباش ندوزوا للمرحله القادمه. مي كنوصلوا للمرحله ديال الكارتمير كنزلوها، اول حاجه تشوف دابا نزلوها ترتاح. اول حاجه تشوف تشوف شحال محتاج ديال لي فيس ديال الكارتمير بالنسبه للكارتمير، حيت بعض المرات الكارتمير ما كتجيش فيها كاع لي فيس اللي كيفارقوا ما بين البواتي والخوه. كاينه واحد لي فيس اللي كيكونوا غلط كيفارقوا بين بين الحديده ديال البواتي وما بين الكارتمير ديالك. هاد لي فيس صغار وما فيش كتخشى فيهم الكارتمير، كيكونوا داخل كتاكد بانهم كاين العدد المناسب مقارنه مع الكارتمير اللي عندك، وكتسيبها فقط غير سيبها ونزلها بسهوله، نزلها بسهوله. كتاليني هادو مع الكارتمير ديالك، الخارجه ديال الكارتمير ديالك. ولكن قبل خصنا نزيدو واحد الحاجه اللي نسيناها، مع الكارتمير كتجي هاد الانترفاس هادي، هاد الانترفاس هادي هي اللي غنعملو حنايا ف هنايا. اوكي هي اللي غتجي لنا هنا باليو اس بي ديالها بالفي جي اي اكسيتيرا. اول حاجه كتعملها هي كتبرونشيها في نتاحي. دابا ما عرفنا ان الشيلد في متعه، اسهل ما باقي شي حاجه اللي سهله بزاف وهي اننا نزلها فقط في متعه. تتبرونشها لي مع الكارتمير ديالك، صافي احنا نزلناها. ابخي غنجبدو لي فيس اللي جاونا مع البواتي، مال عندنا هاد لي فيس اللي جاو مع البواتي منهم زيب تايز. هاد زيب تايز هما اللي غنحاولو نعدلو بهم الكابلاج ديال هاد البروسيسور هذا، كابلاج ديال الكارتمير، كابلاج ديال بواط داليمونطاسيون. وهنا لي فيس صغار اللي يقدروا يتحتاجو بالنسبة للكارتمير وبالنسبة للبواتي، تعملهم كاحتياط. هنا عاوتاني كيجي واحد تجي هذا صغير، اوه دغيا كيطيرو دغيا كيضيعو. قلت لكم انهم صغار، الفرق ما بين نتمنى هادشي يبان لكم. شي هذا اللي كيجي صغير، هاد الفيس هادو اللي كيجيو صغار هما اللي كيفرقوا ما بين الكارتمير والبواتي. دابا نديو هاد لي فيس هادو، دابا نديو هاد لي فيس هادو الصغار ونعملوهم باش نبرونشيو الكارتمير ونفيكسيوها مع البواتي ديالنا. بالنسبه ليطاب اللي ما جا وهي البواط داليمونطاسيون، اخترنا في اس 550 كورسير ماركه مشهوره بالنسبه للبواط داليمونطاسيون، 80 بلس بالنسبه باور سبلاي. لابد حاولوا تاخذوا سيرتيفيكاسيون ديال 80 بلس وتاخذوا ماركه اللي تكون مزيانه ومشهوره، حيت بزاف الناس كيستهزؤوا بالبواط داليمونطاسيون اللي عشترو، ولكن كينساو ان البواط داليمونطاسيون هي اهم حاجه، حيت هي في كي هي القلب ديال الكارتمير ديالكم، القلب ديال البي سي ديالكم هو البواط داليم. بصح البواط داليم كيجيو فيها بسلوكه، دونك هذه كاينه هذه بواط داليمونطاسيون اللي عاديه ماشي موديولار. الموديولار كيكونوا فيهم كابلات ماشي بحال هكذا مجموعين، كيكونوا مفرقين كتختار الكابل اللي بغيتي، هذه عاديه. الا بغيتي الموديولار كطلع الثمن، ولكن ماشي هو الهدف ديالنا لهذا البيض. الهدف ديالنا لهذا البيض نعملو بي سي باخر جينيراسيون ولكن اقل ثمن ممكن. ليتس جو نكمل غنخشيو هذا في مطعو. دابا هنا لي تورنوفيس اللي كيكون هنا لي فيس اللي كيكونوا كيجيو مع البواط ديال البواط داليمونطاسيون، حاولو نفرقوهم. اوكي غنختارو الاتجاه اللي كاينه، دائما الفرفره تكون تحت باش كتجيب الهواء من تحت. وهنا في هذا البواتي هذا عندنا واحد الفلتر من تحت ديال الغبره، ياك عليها غنختارو الفرفره انها تكون تحت باش تجيب لنا الهواء من تحت وتكون الفلتره ما تدخلش الغبره للسيستم ديالنا السيتوب ديالنا.
نزولوا اي كابل اللي يقدر اذا حاسنا على الفولت باليموتاسيون نخرجوا كل شيء وندخلوه نفسخوا بعدا احنا فسخناه ترانكيل سهل سامبل و اماركيوا فهمتوا لي فيس اللي جاوا معاه نزيروهم هنا واحد جوج ثلاثه ابخي غنستعملوا لي كابل اللي نحتاجو عندنا لي كابل الساتا اللي كيتعملوا في الكارت مير لا اللي كيتعملوا في لي ديسك دور عندنا الكابل ديال بروسيسور وديال بي سي اي اي دونك هنا هذا ديال السي بي يو هو البروسيسور كل كابل كتلقاه مسمي بالسميه ديالو هادو الكابلات ديال الساتا دونك كابلات الساتا يعني ديال الديسك دورات وهذا الكابل ديال الكارت جرافيك غتلقى مسمي بي سي اي اي اكسبريس هذا ديال الكارت جرافيك وغيبقى لنا اكبر كابل فيهم هو هذا واللي معروف كيكون ديال الكارت مير دابا الدراري صافي برونشينا هذا زيرناه بالتورنوفيس من الجهه اليمين الشمال شدينا هاد الكيس القدام تقدر تشد التورنوفيس غير من هاد الجهه هادي ما تشدش من تماك حيت الديسك دور كيبقى في موطعو فهمتيني ما كيتحركش عنده المكان ديالو تقدر تعمل جوج وتخشي الثالث نتاع هاد شي اس اس دي يعني كاينه بزاف ديال اوبسيون تقدر تعملهم حاجه اخرى عندنا دو كابل هاد الكابل الساتا كيجي مع الكارت مير ديالك كيجيو جوج كتبرونشي فيه ديسك دور وعندنا الكابل ديال الساتا ديال باور سبلاي دونك حنا هنا نعملو الاول نبرونشيو الاول هو داكشي ساهل صراحة ما كيحتاجش شي صعوبة كبيرة وغنبرونشيو الثاني هذا ديال الساتا فوالا حاولو عاد تكيسو شويش ما نخسرو حتى شي حاجة هذا ندخلوه من هاد الجهة هذا دخلناه من جهة الكارت مير دخلناه من هنا حيت هو اللي عايت برونشا في الكارت مير وهذا بما انه ما نستعملوش هاد لي بور هادو اذا كانوا عندك دي ديسك دور اخرين كتبرونشي واحد هنا وواحد هنا اذا ما عندنا ما نستعملوش هاد الكابل غنخشيوه هنا داخل شي نبعد شويه هاد الكابل وتسهل علينا الامور ديال الكابل مانجمنت شنو باقي لنا دابا باقي لنا نبرونشيو هذا نخشيوه هنا داخل نبرونشيو هذا مع السيب مع الكارت مير من بعد غنبرونشيو هذا في بي سي اي اكسبريس في الكارت جرافيك وغنبرونشيو هذا ما تحتاجوش هذا مولكس غنحتاجو غير في الفان ها هو هذا غنحتاجو في لافان هادي دونك في هاد الفان هادي خصها باور غنعطيوها باور اللي خصها عندنا هنا تقيبات مفتوحين وهنا حدايد مغلوقين تختار اللي بغيتي هنا عندي مفتوحة وهنا عندي حدايد دونك غنماركيهم مع بعضياتهم فوالا هما ماركين مع بعضياتهم باور مع باور حتى هو عاوتاني غنخشيوه لداخل الكابل مانجمنت خصو يكون دايما واعر دابا ندوزو للمرحلة القديمة دابا ندوزو للكابلاج عندنا الكابل الساتا اللي هزيناه من ديسك دور اسهل حاجة هو تلقى لي بور اللي مكتوبين فيهم الساتا هنا اذا كما كتشوفو واحد جوج ثلاثة أربعة عندنا أربعة في هاد الكارت مي غنبرونشيو الأول ليتس جو فوالا كتسمع ديك الصوت ديال الطق صافي كتعرفوا انه تبرونشا مزيان الكابلز ديال البروسيسور غتلقاو فيه من البواط داليمونطاسيون وغتلقاو انه مكتوب فيه سي بي يو هو الكابل المناسب غنبرونشيه بعد منهم كيجيو فيهم 8 بعد منهم كيجيو فيهم 8 وبعد منهم كيجيو فيه غير 4 هنا عندنا 8 ديال المربعات باش نبرونشيوهم في هذا ديالنا اللي هنا اذا ها حنا برونشينا هذا سي بي يو دابا نزيدو الكارت مير الكارت مير عنده الكابل ديالها هو كبير بزاف ممكنش يتغلط فيه وكتشوف هاد اللقطه هذا الصغيره اللي كاين هنا هو اللي كيتقابل مع واحد الحاشيه خارجه على برا دونك هاد اللقط كيكون اكثر على برا وكتدورو هيدا صافي زيرنا البروسيسور مزيان وزيرنا الكارت مير مزيان بقالنا شويه الكابل مانجمنت ياك دابا ندوزو نيكست عندنا الكابل هاد الكابل ساهل بزاف هو الكابل ديال يو اس بي 3.0 اللي كيتبرونشا اللي كيخدم لك ديك لي بور اللي كاينين في بواتي ديالك في القدام فوالا نزيرهم مزيان مكتوب فيه يو اس بي يعني هذا الكابل ديال يو اس بي 2.0 ها هو وعندنا هذا الكابل مكتوب فيه اتش دي اوديو
هنا بالنسبه لليو اس بي 2.0 كتلقاه في الكارت مير ديالك. هنا غتقلب على الكارت مير ديالك، في عندك اليو اس بي 2.0 غتبرونشيه، من بعد غتقلب فين عندك الاوديو وغتبرونشيه. افتح غير المانيوال ديال الكارت، كارت مير ديالك. دونك افتح المانيوال ديال الكارت مير ديالك وغتلقى فين عندك شاك بوغ، فين عندك ولا الصالح. اذا شباب رجعنا باش نشوفوا عاوتاني لي كابل اللي خشينا الكابليس ديال الاوديو، اليو اس بي ديال الاوديو وديال الباور سويتش، الريسيت سويتش و اش دي دي ليد. اوكي، الديسك دور، الضوء ديال الديسك دور، ديال الباور سويتش اللي كيخدم الكيس، والريسيت سويتش اللي كيخدم الريسيت. هادشي اللي كان بالنسبه لي كابل اللي خدمنا. برونشينا كلشي هنا، عندنا اليو اس بي 3.0، برونشينا الساطا باش نخدموا الديسك دور، الرام في مطعه، سي بي يو ديال الكارت مير، باور ديال الكارت مير مبرونشي، باور ديال السي بي يو هو مبرونشي الفوق. كنظن عملنا كلشي، غيبقى لنا الكيس. الكيس هادي تقدر تبرونشيها هنا في الكارت مير، اولا تقدر الكيس فان، الفان ديال تقدر تبرونشيها في الكارت مير، ولا تبرونشيها اللوري في ديك الكونترولر ديال الفانز اللي شفنا في الاول. دابا شنو باقي لنا؟ نزيدو الكارت جرافيك. دابا اخر برونشمون اللي باقي لنا هو البرونشمون ديال الكارت جرافيك. هاد الكارت جرافيك ما كتحتاجش شي كابل ديال الكارت جرافيك بي سي اي اكسبريس. هاد لي كابل بي سي اي اكسبريس، اذا كانت عندك شي كارت جرافيك قويه كثار على هادي تقدر تستعمل هاد الكارت. ما انا جبنا هادي اللي ما كتستعملش كارت، ما كتستعملش باور من الضو، ما كتستعملوش من بواط د اليمونطاسيون. اذا غنبرونشيها فقط بي سي اي اكسبريس، ايضا الطاق وهي خدامه. يا فوالا، زولنا ديك الحديده اللي كانت موقفه لنا الخدمه. ودابا غنزيدو الكارت جرافيك، هي دابا تدخل بسهوله. برونشي هاد الحديده ديالها، نقرا المقطع، شوف المكان المناسب، اند فوالا. ها هي كتزير من هنا، لكن دابا باقي لي خصني نزيرها من الفوق. من هنا كان عندي واحد الفيس من هاد الجهه ديال على برا، كاين واحد الفيس هو اللي كنسيكيوريزيو به الكارت غرافيك ديالنا باش ما تتحركش في المطعه وتبقى سيكيوريزي وما تعاوش. اوكي شباب، هيا نكليك على البوطون ديال باور. ووه، لون لون لون، كولوريس كولوريس. عاوتاني نوريكم مع وجهه اخرى، شوفوا واش باينه مزيان في الكاميرا. يس، الكولورز كاملين عندنا، الكيس خدامه، كلشي هو هذاك. نزيدو نحركو هكذا شويش، كنظن مزيان دابا بيرفكت. وصراحه كتبان الكيس واعره بزاف، اكثر الفان ديزاين ديال ام زيرو. صافي، الكارت مير هي تلونساتنا، الفان خدامه، هذا هو الفان والباور بجوج بهم سانكرونيزين على نفس الكولور. كتكليكي على البوطون ديال الليد اللي فوق البواتي، هو اللي كيعطيك الكولورس اللي خصك. الريد ماشي مشي مع السيتوب ديالي. نهضروا على هاد الكيس هادي، نعملوها ريفيو في نفس الوقت جيد ديال المونتاج ديال البيسي. دونك كبدايه الريفيو ديال هاد الكيس، ديزاين واعر، ليدز واعر كيما كتشوفوا، عندنا جميع الكولوريس اللي خصك على حسب السيتوب ديالك. ها هما بيان سور، داكشي خصك على كل بوطون يعطيك كولور في شكل، هذا هو الديزافونتاج اللي كاين. يعني ما تختارش زعما كاين شي منيو اللي تقدر تشوف منه الكولور اللي خصك تمشي له ديريكت، ولا شي كوموند خصك تكليكي بوطون با بوطون تتحصل الكولور اللي خصك. ماشي مشكل، ولكن المهم عندو زول الديزاينات اللي كاينين بالنسبه لهاد الكيس. ها هو عندنا الخضر كيمشي دغيا، عندنا الموف، عندنا البياض، عندنا الخضر كيدخل في الحمار، في البياض، في الموف. عندنا الباترز اللي كاينين دابا على حسب الديزاين ولا شنو كيعجبكم، كل واحد الديزاين اللي كيعجبو. الفانز يعني تقدر تشري الفانز ديال النوكس فحالهم فحال هادو، تقدر تشريهم وتعملو من الفوق، تعملو من تحت هنا في القدام باش يعطيو نفس الكولور. تقدر تشري شي وحده وتانستالي شي ايفو، شي سوبلاي ديال ايفو، شي مبرد ديال ايفو. تقدر تشري شي مبرد ديال ايفو وتعمل فيه واحد الفان يتكولورا فحال فحال اللي عندي انا. الله،
عندنا كولور مزيون كيجي من هنا وكولور مزيون كيجي من الله. الفرفرة كتبرد مزيان من اللوري، ولكن ننصحكم انكم تزيدوا شويه الفرافر في القدام بالنسبه ملي تجي الصيفيه، هاد الصيفيه كتخنق الكيس شي شويش. حاجه اخرى، عندنا الهواء كيجي عندنا واحد الكيس، واحد الفلتر، الفلتر اللي كيجي من الفوق مغناطيسي، كينزل بالمغناطيس هاد الفلتر هذا باش يزول لك الغبره ما تدخلكش للبيسي ديالك، يعني تقدر تدخل الهواء من الفوق، ولكن انا ننصحكم انكم تخرجوه من تحت، يعني الكيس ديالكم تدخل الهواء من القدام وتخرجوا من اللور من الفوق. ديجا عندي فيديو على احسن طريقه باش تبرد البيسي ديالك في الحراره، تلقاوها في الشين حتى هي. صافي، عندنا الفلتر من الفوق بالنسبه للفرافر اذا كان عندك شي واتر كولين ديال السي بي يو. عندنا من اللور البوضالين كتخرج العباد ديالها. عندنا من تحت، هنا من تحت عندنا واحد الفلتر حتى هو، الكيس كتجي كامله جاج زعما صراحه. هادو من الكيس الجدادين ديال 2018، ديال 2018 الاخر 2018 خرجوا هاد لي كيس هادي من نوكس. كيسات سامبل مزيونين في الديزاين، فيهم لي باراميتراج سامبل بالنسبه لاي كيس. وانا بالنسبه لي هادي كتعجبني اكثر من الكيس ديال فيوجن، ولكن كل واحد والديزاين والستيل اللي كيعجبو. الكيس سامبل ما فيهاش شي حاجه اللي نقدر نريفيويها اكثر، شفنا اللعيبات ديالها كاملين والجاج كاليتي. تقدروا تعملوا شي ستريب ديال الليد هنايا ملصق مور الجاج باش يضوي لكم الكيس كامله وصافي ترانكيل. دونك برونشينا مونطينا، قلنا لكم الكيت ديال البيسي كيفاش يتعمل، ما تنساوشي. ندوز واحد الخاتمه خفيفه. المهم شباب، كان هذا واحد الدليل خفيف ديال كيفاش مونطي بيسي جيمر، ارخص سيت اب بالنسبه للجيمين بالبروسيسور ديال 8 جينيراسيون الخارة. كيس من الاخر اواخر الكيس الجداد اللي خرجوا في السوق، تما تقدر تلقاهم في السوق ولا تلقاهم عندي انا كنبيعهم. هذا البيسي هذا حتى هو كنبيعو، البري ديالو غننزل لكم في الديسكريبسيون. اذا ما نزلتوش في الديسكريبسيون صيفطوا لي ميساج في الباج ديالي فيسبوك موروكو جيمر او في انستغرام موروكو جيمر، باش نعطيكم لي زانفو كامله هذا الكيس اذا بقات بيان سور، اذا ما داهاش شي واحد دغيا ديك الساعه. هادشي اللي كاين، كولورز كاينين، كلشي هو هذاك. فرعوا لي اللايك، فرعوا لي البارطاج، فرعوا لي الكومنتس في هذا الفيديو هذا باش نزيدكم لي جيد اخرين. اللي اذا كانت شي معلومه ما قلتهاش في هذا الفيديو تقدر تلقاوهم في الفيديو القدام اللي ديجا عملت في الشان ديالي. اوكي، هادشي اللي كاين اصدقائي، مول لايك الكومنت سبسكرايب وجرس النوتيفيكاسيون باش ما يفلتلكمش شي جديد. ما قلتش حاجه اخرى، فيزيتوني في السيت موركو جيمر ستور الا بغيتو شي كيس بحال هادي ولا شي كيسات واحد اخرين اولا شي ستيل واحد اخر ولا شي كارت غرافيك ولا شي بيسي واحد اخر، كونتاكتوني. اللي بغى هاد البيسي يكونتاكتيني، فرعوا لي الدعم، خليكم فيوز ايماجين. تهلاو، بيس.